إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، رسالة المسجد. أنعم الله على وطننا بهذا المسجد الجديد، عقبة بن نافع. هذه نعمة من نعم الله علينا، نسأل الله دوامها وتمامها، ونسأل الله أن يبارك في كل من قدم خيرا لإقامة هذا المسجد المبارك. نسأل الله أن يثقل موازينهم بالحسنات. رسالة المسجد تتجلى في خمسة أبعاد. البعد الأول البعد الإيماني التعبدي، فللمسجد رسالة إيمانية، فضاء لزيادة الإيمان، وقد أمرنا بنص القرآن كما في سورة النساء آية 136: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال ربنا في آية الكرسي 255 من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم تأتي الآية التي تليها: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله ولي الذين آمنوا. من مقاصد المساجد أن نحقق هذا البعد الإيماني الذي أمرنا بالحرص عليه والحرص على التحقيق المزيد. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، رسالة تعبدية، سر الوجود يكمن في تحقيق العبودية لله، إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين. وفي سورة الذاريات بعد سلسلة الآيات التي تحرك العقول والقلوب للنظر في كتاب الله المفتوح الكون، والنظر في كتاب الله المقروء القرآن، نحقق النتيجة حتما. كونوا معي في هذه الآيات. الآية السابعة من سورة الذاريات: والسماء ذات الحبك. العقول التي تفكر وتنظر في هذه السماء سوف تدرك عظمة الخالق جل جلاله. وفي الآية رقم 20: وفي الأرض آيات للموقنين. والتي تليها: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذه الآية 21 من سورة الذاريات تساوي الآية 53 من سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، النتيجة
حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي الآية 22 من سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي الآية 49: ومن كل شيء خلقنا زوجين. إشارة إلى هذه النعمة المبثوثة في الكون في جميع العوالم، ما نعلم وما لا نعلم. ومن كل شيء خلقنا زوجين. انبثاث الزوجية في عالم البشر، في عالم الحيوان، في عالم النبات، في عالم الذرة، في عالم السحاب، في جميع العوالم، حكمة ربانية تستميل قلوبنا إلى معرفة الله عز وجل، إلى معرفة الله، وتستفز عقولنا للنظر. قل سيروا في الأرض فانظروا، ما في سورة آل عمران. والآية 49 من سورة الذاريات تساوي الآية 36 من سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. لماذا ختم القرآن هذه الآية كما استمعتم؟ ليظل الإعجاز القرآني قائما: ومما لا يعلمون. مهما اجتمعت العلوم وارتقت، ومما لا يعلمون. وتأتي الآية رقم 50 من سورة الذاريات: ففروا إلى الله. هذا موضعها وحيا، الفرار إلى الله فيه النجاة الكاملة. ففروا إلى الله. ثم بعد ذلك تأتي الآيات، الآية 55: ربنا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والتي تليها تعطينا هذا البعد التعبدي للإنسان، الآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رسالة المسجد إذن رسالة إيمانية تعبدية. الرسالة الثانية رسالة تربوية تنصرف إلى حراسة القيم، حراسة القيم. الإنسان لا تقوم له قائمة إلا إذا كان صاحب قيم، إلا إذا ترجم تلك القيم الأخلاقية الإسلامية في حياته الأسرية، في حياته الاجتماعية، في حياته الاقتصادية، في حياته الثقافية، في جميع المجالات. لابد، لأن الله عز وجل أراد لنا الخير، أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وقال في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى التخلق بالقيم والأخلاق في أحاديث تترى، منها ما ورد في الأدب المفرد للإمام البخاري رقم الحديث 270، ثم تأتي أحاديث بعدها كلها عن الأخلاق. رقم الحديث واحد آخر رقم 272 يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي الحديث الجامع 273: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذه الرواية في الأدب المفرد. والرواية الأخرى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن المسجد له دور تربوي يزرع القيم في المجتمع، وهو الذي يقود المجتمع. المجتمع سيضيع إذا انفصل عن الجامع، الجامع المجتمع. البعد الثالث هو البعد التعليمي، نقرأه في الآية الثانية من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. عجيب، الآية جمعت بين التزكية
التربية والتعليم، لأن التزكية تنصرف إلى النفوس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التزكية تنصرف إلى النفوس، أما التعليم ينصرف إلى الرؤوس، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تلك هي الرسالة الثالثة من رسالة المسجد. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. البعد الرابع لرسالة المسجد هو البعد الاجتماعي الإصلاحي. المجتمع يقوده الجامع، الجامع يخدم المجتمع. نشهد في هذا الشهر الفضيل كيف أن الجوامع، كيف أن المساجد سجلت حضورها الفعال في فعل الخير مع الجمعيات والمحسنين والمحسنات. الجميع استجاب للقرآن في شهر القرآن، وهو يقول كما في سورة الحج الآية 77: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفي سورة البقرة الآية 148: فاستبقوا الخيرات. وتكررت الآية في سورة المائدة الآية 48: فاستبقوا الخيرات. نشهد عملا خيريا متميزا في هذا الشهر الفضيل، نسأل الله له الدوام والتمام في سائر الأشهر. ونشهد أيضا تسابقا وتسارعا، القرآن استخدم هذه الألفاظ: دعوة إلى الخير، دعوة واستباق وتسارع، ويسارعون في الخيرات، فاستبقوا الخيرات وافعلوا الخير إلى آخره. هذه الآيات التي تفجر ينابيع الخير الكامن في الناس. إذن الجامع له بعد اجتماعي، نعم يخدم المجتمع، وله بعد إصلاحي. هذا المجتمع أيضا يعاني بعض الخلل يقينا، والجامع له دور إصلاحي. يضاف إلى الأدوار الأخرى الإصلاحية التي يقوم بها الناس كل من موضعه، وكلنا مسؤول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الجامع: كلكم راع، وفي رواية: ألا كلكم راع، وكلكم وكل راع مسؤول عن رعيته. لذلك يأتي الإصلاح. تحصل النزاعات في حياتنا الاقتصادية في مجال المال والأعمال والعقود والعقارات والمواريث والهبات والوصايا والزواج والجيران، نعيش مشاكل ونعيش أزمات. ولكن الذي خلقنا قال لنا: حينما تختلفون فأصلحوا ذات بينكم. سورة الحجرات الآية 10: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نقرأ في سورة الأنفال الآية الأولى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ونقرأ في سورة النساء الآيات 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي السورة نفسها الآية 114: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي السورة نفسها الآية 128: والصلح خير. وتأكدت هذه المعاني في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. خرجه الإمام أبو داود رقم الحديث 4919. إذن
هذا دور رسالي للمسجد، الدور الاجتماعي والإصلاحي. والدور الخامس والأخير هو الجانب التعبدي، البعد الدعوي في المجال الدعوي. ندعو إلى الله، ما الفائدة إذا كنا مؤمنين ولكن تقوقعنا، اكتفينا بإيماننا ولم ندعو غيرنا إلى سبيل الله؟ لا، لا بد أن ندعو إلى الله. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وربنا أمرنا في عديد الآيات، منها في سورة يوسف الآية 108: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي سورة النحل الآية 125: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تلكم هي رسالة المسجد. نسأل الله أن يوفق هذا المسجد وسائر المساجد وعمار المساجد إلى تحقيق هذه الرسالة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا رحمكم الله، استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.